بعد استخدام روسيا حق النقد الفيتو ضد تمديد آلية دخول المساعدات إلى الشمال السوري، شرع نظام الأسد بممارسة الابتزاز عبر وضع شروط للموافقة على دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب. النظام اشترط استخدام معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر فقط لإدخال المساعدات، بعدما فشل مجلس الأمن بتجديد التفويض لعملية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر، مضيفاً أن إدخال المساعدات يجب أن يجري بالتعاون والتنسيق الكاملين مع حكومته في دمشق بحسب وكالة رويترز. روسيا وعقب عرقلتها مشروع القرار، طرحت مشروع قرار مفصلاً على مقاسها ومقاس حليفها الأسد، ويسمح بإدخال المساعدات لمدة 6 أشهر فقط، إلا أن القرار لم يحظ سوى بتأييد الصين ورفض وامتناع بقية الدول الأعضاء. مندوب روسيا لدى مجلس الأمن كان قد هدد قبل رفض مشروع قرار بلاده بإغلاق آلية إدخال المساعدات للشمال السوري بشكل كامل في حال عدم تأييد المشروع الروسي، فيما أكد مراقبون أن جميع المؤشرات تدل على أن روسيا ستذهب بعيداً في عرقلتها تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية إلى سوريا. آلية إدخال المساعدات العابرة للحدود ودون الرجوع إلى نظام الأسد كانت قد أقرت عام 2014، وكانت تدخل من خلال 4 معابر من تركيا والعراق والأردن، إلا أن ضغط روسيا واستخدامها حق النقد الفيتو خلال تمديد الآلية قلص المعابر إلى معبر واحد فقط هو معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب. وفي الوقت الذي تستمر روسيا بعرقلة إدخال المساعدات للشمال السوري ومحاولة حصرها بنظام الأسد الذي لطالما كان يحاول تجويع وترهيب المناطق الخارجة عن سيطرته، يعيش أكثر من 4 ملايين سوري في ظروف إنسانية صعبة تؤكد أنهم باتوا في حاجة للمساعدة أكثر من أي وقت مضى بحسب الأمم المتحدة.